صفراء من الفرق المهددة بالسقوط، وجمعية شلف ببدلة بيضاء فريق يطمح في نيل المرتبة الثانية للمشاركة في البطولة العربية، تقابل عشية اليوم وقدم للجمهور الحاضر مقابلة متوسطة المستوى، إلا أنها تميزت نوعا ما بالخشونة، الشيء الذي أدى بالحكم إلى طرد أحد اللاعبين وتوزيع ثلاث بطاقات صفراء. الشوط الأول لم نشاهد خلاله فرص تستحق الذكر، بحيث لعب الفريقان بحذر وبالتالي تمركز اللعب في وسط الميدان، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0. في الشوط الثاني أول فرصة كانت لصالح الملاحة والحارس صادق بصعوبة، على إثر هجمة قائد فريق شلف اللاعب حضري يرتكب خطأ على آية الحسين، حكم المقابلة يخرج البطاقة الحمراء، وكان قبل هذا قد أعطى الحكم إنذار لنفس اللاعب، احتجاج من طرف اللاعبين وحتى من بعض المسيرين، العامل الذي يصعب من مهمة الحكم في تسيير المقابلة كما ينبغي. وفي الأخير يطرد اللاعب حضري. نشاهد على الصورة اللاعب حضري. هجمة لصالح شلف يقودها اللاعب مكسي وكذلك اللاعب زكزي، وفي الأخير تضيع. الملاحة هي بدورها تضيع فرصة لا تضيع. الهدف يأتي في الدقيقة 89، اللاعب زميتي يغتنم فرصة، واللاعب في الأخير مغربي يسجل ضد مرمى، هدف مقابل صفر لصالح الملاحة.